بعدا جاو الجيران نطفوا لي الدروج. هما مساك اللي يعاونوك الجيران؟ هما اللي يعاونوني الله يجازيهم بخير. مشاهدي قناه شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم معنا مجددا في هذا البث المباشر مباشر معكم من سيدي الدجاج نواحي مدينه الدار البيضاء. بدايه نعتذر على العطب التقني اللي وقع هنايا للاسف يعني الشبكه ديال الكونيكسو ضعيفه بزاف. كنا في الدار الداخل وحاولنا اننا نبينوا لكم الحجم ديال الخسائر الماديه اللي لحقات هذه الاسره هذه بسبب الحريق اللي اندلع منذ ايام خاصه يوم عيد ذكرى المولد النبوي الشريف. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاودي لنا كيفاش وقع هذا الشيء هذا؟ كيفاش وقع هذا؟ انا من فقط الصباح درت التليفون كيتشارجا فطرنا انا والدراري جمعت الدار دوشت الوليدات دخلت ندوش. الزوج ديالي جالس في الصالون حتى كنتفاجئوا بان العافيه شاعله في بيت ناس. اللحظه اللي غيدخل عندي انا الدخان الدوش غنوض عندي الزوج ديالي يقول لي واش عندك العافيه؟ قلت لي لا راه بيت الناس اللي كيتحرق. ملي دخلنا اختي لبيت الناس ما قلنا ما ي... اول حاجه الزوج ديالي قطع الضو طلع الدراري للسطح غتقوم الجيران صافي انا ما لبستش الملابس ديالي ما بغيتش نخرج. يعني انت كنتي في الحمام كنت كندوش كنتشلل صافي ما لبست حتى شي حاله. كيقول لي خرجي قلت لي لا ما نخرجش غندخل العافيه. قلت لي داري ضربت بلا تماره ثلاث سنين وانا كنضرب على الاستفاده اللي استافت. ويلا كملت الصلاح. يلا باديه كتصلحي فيا. يلا باديه كنصلح باقي شريت كاع مركبتهم ديال الكوزينه. وحتى الناس كيتسالوني الكريدي حاطين له فلوس حاطين له اوراق كلشي خصني نشارج. كيفاش شعلات العافيه كيفاش شعلات؟ اختي شارجو انا دايره شارجو دايره التليفون حاطه فوق الناموسيه. ايه حنا ملي نضنا لقينا العافيه شعله في الناموسيه. واخا اختي خاونا طفاه ما بغاش تطفى لينا. جرينا الموقيت طفيناه قلنا غادي نعمرو بالماء ونلوحو على الناموسيه ما ربنا تنقص العافيه. ولكن اختي ما قدرناش الاكسجين مشى لينا. صافي واحد اللحظه ما بغيتش نخرج يعني بسرعه الله يستر شعلات العافيه بسرعه فانا مشيت العين لدرجه ان الجيران ما ساقوش الخبر. الجيران شراجه حدا بعدياتنا ما لفاتش حاجه بسيطه كثر كنسيقوا لها الخبر. وهذيك النهار ما كاينه لا حاجه لا والو الزوج ديالي ساقي يحس بالدار بحال الحمام حدا غينوض بيا راه كاينه العافيه. والزوج ديالك فين كانت ديك اللحظه؟ في الصالون جالس في الصالون ما شمش الريحه ما شمش الدخان حتى خرجت حتى شدت صافي العافيه شاعت قطع الضو وخرج الوليدات خرجوا من الناس من السطح وصافي اختي خرجنا بلا اوراق بلا فلوس بلا لعب بلا حوايج بلا اي حاجه بقات في هذا الدار. ايوا ودابا كنطالب من المحسنين يعاونوا غير باش نصلح الدار ما عنديش فين نسكن. يعني الله يرحم الوالدين. الناموسيه في الناموسيه في بيت ناس شدت لي اول حاجه في الناموسيه حيت انا في التليفون فوق الناموسيه. اختي ملي نوضنا لقينا بيت ناس فيه عادي. التليفون كان ديالك اللي دايره كيتسرب؟ واش التليفون تفرقع؟ شنو اللي تفرقع؟ كيفاش شعلت؟ التليفون احنا ما شفناش كيفاش شعلت العافيه، احنا من بعد لقينا البيت نعس كامل شعل فيه العافيه. فهمتي؟ ما عرفتش بعد العافيه باش. الشارجور اللي تفرقع؟ الشارجور حيت هو اللي دايره تما. ما كاينش زعما كاين حتى شي واحد تما في هذاك البيت نعس. ايه. حتى انا داخله كندوش الزوج ديالي قاعد في الصالون، ملي نوض لقينا العافيه في البيت نعس. والتليفون ما لقيتيش؟ لا ما لقيتوش. يعني تحرق؟ تحرق لا ولا الشارجور لا. كلشي مشى في هذاك البيت كلشي جا معينه في الاوراق بحال ما دام. نهار الذكرى نهار الذكرى النبوي العيد المولد في الصباح ولا في العشيه؟ مع 12 ربع كاع انا 12 ربع دخلت كندوش ملي خرجنا لقينا العافيه شاعله في الدار حتى ما لقينا ما نعتقو فهمتي ما لقينا ما نعتقو. المهم انا لبست حوايجي وخرجني غير الزوج ديالي هو اللي خرجني شربت سويحنا في السبيطار لان الاطفال ديالي يعني تخنقتو تخنقنا خرجنا كحلين حاشاك ملي مشينا للسبيطار كنردو رده بحال هادي كحله والحمد لله لطف الله ملي خرجنا انا والزوج ديالي وليدات هذاك الشيء اللي كاين الحمد لله اللهم انا والزوج ديالي وجوج الاطفال ابناء اليوم اللي شعلت العافيه هربتوا تخلعتوا انا بغيت نطفي طلعنا ولادي ورجعت فلت في العافيه حتى اختي ما بغاش تطفالينا حاولنا باش نطفوهم باش تطفالينا فهمت بقيت كنغوت كنقول لا داري ضربت بها تماره وتعبت عليا وكنت كنشرب لها الدواء ديال الاعصاب والحمد لله اللهم لك انا وعيت حتى صرفقني من الدار عاد وعيت لراسي ملي خاصني نلبس حوايج ونلقى راسي صافي كنقول لي صافي غنخرجوا ملي صرفقني عاد وعيت عندي البيجامه حاطها معايا الكورس لبست وخرجت كنجري خرجنا بصعوبه كنطيحوا في الدروج ما فهمتي مع داك الدخان والضو حنا قاطعين والجيران حيدوا في الوطن من تحت وهذا الشيء اختي اللي عطى الله والله يدير شي تاويل وصافي ودابا اختي يعني فانا مشيت عين ولينا بلا سكنه بلا تبقاو لينا غير جوج شرايط ما تبغيش باش نكملهم واخدين الكريدي وكنرجعوا في الكريدي ديال الناس حاطين غير برجعوا الكريدي ديال الناس بقاو لي غير جوج شري ديال الفلوس سينا في الماريو ديالها في مع الوراق شاك توان قالتو الداب ديالي تاهم مشاو والحمد لله اختي الحمد لله يعوضك خير اللهم امين اختي الله يحفظك دارتي كنتو يلاه بديتو كتصلحوها ياك يلاه بدينا كنصلحوها يلاه درنا الجليج ودرنا لاندوي والقبص وستراسيون ديال الضو شتي اختي اللي دايرين وشريت مات غير بالكريدي ايه وشريت مات ديال الكوزين كنت باقا ما دايرهمش هما اللي كنا باغيين نديرو في هذا البرد ساعه الحمد لله اللهم لك الحمد
دابا اللي كيشوفوا. والنداء كنبغي ما يعاونوني غير باصلاح البيت، الله يجازيهم بخير والله يرحمني من الوالدين، غير باش نرجع نسكن في الدار ديالي. انا وليت كنخرج بواحد الصعوبه حيت فيا تمرض السكر، كناخذ الدواء والنفسيه ديالي تدمرت. يعني بسبب هذا الشيء اللي وقع. حيت ولينا بلا اي، كلشي مشى في هذاك، فهمتي، كلشي مشى في هذاك الحال، كلشي حتى حاجه ما عندي، حتى حاجه ما وقعت، الحاله المدنيه ديال الدراري لا كلشي مشى، عقد الزواج كلشي مشى، كلشي مشى في هذاك، فهمتي. دابا غديروا عاود ثاني. عاد بدينا عاوتاني كنوجدوا في الوريقات، جاو عندنا الجوندار معمروا لينا، نبداو عاوتاني كلشي من جديد. الله يعوضكم. اللهم امين. اختي الله يحفظك. بغيتي الناس يعاونوك؟ اختي بغيتهم يعاونوني في القبس حيت مشى القبس كامل. وبيت نعاس شي حالته كيفاش دايره، والبروشمو ديال الضو الله يجازيهم بخير والله يرحمني من الوالدين. يعني تجيك شو وصل الضو صافي تحقته؟ كامل تحرق، دابا الخيوطه داخل وسط القبس. كلشي مشى. عاوني عاوتاني من الاول. مشاهدي قناه شو تي في، الى رجع شو اللايف اللي قبل راه غادي تشوفوا الحاله الكارثيه اللي ولات عليها الدار، يعني واحد الحاله اللي هي صعيبه بزاف. عافاكم لما عاونوا هاد الناس هادو. رقم التليفون ديالهم هو 0636 37 07 33. كنا معكم مباشره من سيدي حجه النواحي مدينه الدار البيضاء. وصلنا نهايه هذا البث مشاهدينا الكرام، نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر.